أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال يقول فيه صاحبه إنه سؤال من أحد الأخوة من كندا، والسؤال: هل تجوز الصلاة خلف من ينتسب إلى إحدى الجماعات كجماعة التبليغ مثلا؟ نعم، الجماعة اللي ما تخرج عن الإسلام، اللي ما خرجت عن الإسلام يصلى خلفها، وإن كان عندها بعض الأخطاء، ما عنده شرك ودعوة للقبور ولا عندها عقيدة فاسدة، وإنما غاية ما يكون عندها منهج فيه أخطاء، هذا لا يمنع من الصلاة معهم والصلاة خلفهم، لأنهم مسلمون، وتجوز الصلاة خلف المسلم ولو كان عنده ما عنده من الأخطاء ما لم يخرج عن الإسلام. نعم.